الناس بيهمها قوي وبيأثر فيها قوي، ولو حد قال لها كلمة أو تعقيب أو انتقاد أو لفت نظر تفضل نايمة قايمة طول اليوم وفترة طويلة بتفكر فيه وممكن يأثر فيها. وفي أبراج بتدخل من الودن دي وتطلع من الودن دي، يعني آراء الناس وتقييمات وانتقادات الناس ما بتفرقش معاها تماما. وهو ده بقى موضوع حلقتنا، ويلا بينا. برحب بأجمل ناس وأجمل عيلة وألذ عيلة في الدنيا، وبشكركم جدا على كلامكم الجميل، ويا ريت الجديد اللي بينضم لنا عرفنا بنفسه عشان نرحب بيه. وتعالوا بينا نبتدي وتوقعوا. أنا دايما بقول أنا مدمن على قراءة تعليقاتكم، كل حد يقول لنا يتوقع نفسه هيجي في المركز الكام، لأن معانا كل الأبراج من ال 12 للأول، من الأقل للأكثر كالعادة كعادات حلقاتنا في الترتيب، يعني في المركز ال 12 الحوت، لانه اكتر برج حساس. دايركت اعرف مدام البرج ده حساس قوي، ومدام برج ما بينساش كمان، ومدام برج اي حاجة بتأثر فيه فاكيد الانتقاد، اكيد التعليقات، اكيد لفت النظر والنظرات والهمسات واللمسات، كل ده موضع اهتمام عند برج الحوت، رجل ولا سيما انثى. ما اقدرش ابدا اقول عنك يا حوت ان انت ما بيهمكش او ما بيأثرش فيك اراء وكلام الناس. ويا ريت واحنا بنتكلم كده لو شايفين الحلقة دي ممتعة ومفيدة ندوس لايك عشان توصل لبقية اصدقائنا، يعني يا ريت ونعلى كده في المراكز ونوصل للمركز ال11. حد توقع؟ حد بيكتب في التعليق؟ يبقى خلاص انثى الحوت انتهينا منها في المركز ال12، يعني هي اكتر انثى في الاناث كلها بيأثر فيها اراء وانتقادات وكلام والى اخره، يعني الاخرين. العقربة وبرغم قوتها وما تظهره فبتيجي معانا في المركز ال11. حد توقع؟ العقارب، العقربات توقعوا نفسهم في المركز ده. العقربة من اكتر النساء اللي يأثر فيها ويهمها قوي قوي آراء الآخرين وكلام الآخرين، وعلى فكرة دايما لو حد قال لها كلمة واحدة تفضل طول الليل تفكر فيها، والنهار وتاني يوم وتالت يوم والأسبوع اللي بقى والشهر اللي بعد كده وشهور، وتطول قوي ويهمها قوي، ولكن ما بتبينش. هنا بقى المفارقة بتاعت العقربة اللي بتخليها تختلف عن النساء اللي أو معظم النساء التانية، ما تبينش إن كلامك ووجهات نظرك وانتقاداتك أثرت فيها قوي، بل ممكن ما تبينش إن هي أثرت فيها خالص، ولكن اعلم واعرف إن من جواها شايلها ومش ناسيها، بالذات لو كان رأي قوي أو وجهة نظر قوية أو انتقاد قوي. نعلى نوصل للمركز العاشر، هنلاقي السرطونة السندريلا أنثى برج السرطان في المركز العاشر. إذن النساء المائية وبدون استثناءات هي أكثر نساء يهمها ويفرق معاها ويأثر فيها كلام المحيطين وكلام الآخرين، نظرا لدرجة إحساسهم العالية، نظرا إن هم نساء يعني سهل التأثير فيهم، نظرا ان هم بيخزنوا وما بينسوش، نظرا للذاكرة الفولاذية اللي بيتمتعوا بيها وحاجات كتير اوي، ما انا مش عايز اوجع دماغكم. اذا البونبوناية الحوت في ال12، فارسة احلام الشباب العقربة في ال11، والسندريلا البسكوتة في العاشر. ويلا بينا بقى ندخل على منطقة وسطى وتوقعوا معايا مين الانثى اللي هتيجي في المركز التاسع واول النساء اللي في منطقة وسطى. يلا بينا. قنبلة الذكاء العذراء في المركز التاسع عشان تيجي أول أنثى في منطقة وسطى معانا في حلقة النهاردة. فيها شبه من النساء المائية في الموضوع ده. ده العذراء أستاذة وفيلسوفة وإمبراطورة النقد الأولى، إزاي كلام وانتقادات ووجهات نظر الآخرين مش هتأثر فيها؟ ده العذراء مخها شغال 48 ساعة في ال24 ساعة، يعني لو ما لقيتش حاجة تشغلها هي بتشغل نفسها لوحدها، فما بالكم لو حد قال لها انتقاد أو تعليق أو كومنت أو أي حاجة أو وجهة نظر. العذراء من أكتر الإناث اللي بيهمها كلام الناس وبيأثر فيها. إذا إحنا لسه ما دخلناش إطلاقا في موضوع حلقتنا، ما دخلناش في النساء اللي بتمثل خطوط النار في حلقة النهاردة. نعلى نوصل للمركز الثامن، هنلاقي
ملكة التقل والرزانة والحكمة والعقلانية الثورية، أنثى برج الثور في المركز الثامن. يعني أصلها عنيدة شويتين، وساعات بتقلب الترابيزة برضو شويتين، وساعات بتدوس على مشاعرها 3 4 شويات، وبتعاند في نفسها من جوه كده. أنثى برج الثور اللزم الأمر، ودائما في محاولة لإقناع نفسها إن هي صح. أنثى برج الثور صحيح عقلانية، ولكن هي بتحاول دايما كده تتفلسف مع نفسها وتقنع نفسها إن تفكيرها صح، واللي عملته مش غلط، وإن الناس هي اللي ممكن تكون مش فاهمة اللي هي الموقف أو وجهة نظرها. أنثى برج الثور فيها الحتة دي، فهتيجي معانا في المركز الثامن. يعني تعتبر برضو دخلنا بقى، بدأنا نلمس موضوع حلقتنا إلى حد ما، ما بيفرقش معاه كلام الناس. المرأة الحديدية أقوى وأشد وأعتى، وبدأنا بقى ندخل في موضوع حلقتنا في المركز السابع. أنثى برج الجدي الترابي بتيجي في المركز السابع. لا بقى هنا يعني برضو لازالنا في المركز السابع. أنثى برج الجدي الترابي بتيجي في المركز السابع. لا بقى هنا يعني برضو لازال طبعا فيها شوية من أنثى برج الثور، ولكن ما تعتبرش عنيدة قوية ولكن برضو أنثى برج الجدي من الإناث اللي ما بتحبش حد يقول عليها كلام، يعني نقدر نقول كده ملوش لازمة. بتحب إن هي تعمل الصح دايما، وما بيعجبهاش الحال المايل، وبتنتقد، وما تحبش حد على فكرة ينتقدها. فلو وجهة نظرك قوية ولمست حاجة فيها مش هتنام الليل، والله ما هتنام الليل. عكس بقى حبايبنا اللي في الطراوة، اللي في القمة في حلقة النهاردة، النساء اللي هي في الطراوة الرايقة دي، قول مهما تقول للصبح، دخل من الودن دي وطلع من الودن دي، وكأنك يا ابو زيد مغازيت. احنا خلاص بقى بدأنا ندخل في النساء حرفيا اللي نقدر نقول ولا يهمها بقى ولا بيأثر، والتأثير بتاع كلام الناس بيقل تدريجيا من أول الفارسة العنيدة اللي بتحتل المركز السادس. ولكن أنثى برج الحمل اللي بتيجي معانا في المركز السادس برضو مش زي خماسي خط النار الخمسة الأوائل. الخمسة الأوائل دول تحديدا هم الخمسة اللي في الطراوة بالترتيب كده، الخمسة الهوويين زي ما احنا بنقول كده، واللي كلام الناس تأثيره يكاد يكون طفيف وغير موجود إطلاقا. من أول العسل أنثى برج الميزان اللي في المركز الخامس كده، دخلنا حرفيا في موضوع حلقتنا من أقل النساء اللي ممكن يأثر فيها كلام الناس ووجهات نظرهم وانتقاداتهم وآرائهم وتعليقاتهم. هلا في المراكز ونوصل للمركز الرابع، وبدأنا ندخل في الجد والنار أكتر وأكتر، لما نلاقي الجوزائية ملكة الدلع أنثى برج الجوزاء الفرفوشة الجميلة الحبوبة المحبوبة. احنا دخلنا بقى في الأبراج اللي حرفيا كلام الناس إذا اتقال كأنه ما اتقالش، يعني ملوش أي تأثير يذكر تقريبا على شخصية الأنثى دي والنساء الثلاثة اللي فوقها. ولكن تتوقعوا مين اللي هتتصدر الأبراج أو نساء الأبراج؟ اكتبوا لي أنا بقرأ تعليقاتكم. الجوزائية مع نفسها، مع نفسها يا حبيبي، وقول مهما تقول وغني واضرب على الربابة براحتك، كلامك هيدخل من هنا ويطلع من هنا. في المركز الثالث حد توقع زعيمة العصابة اللي بتدي دايما بالشبشب لو اتضايقت، وانا بحذر اي حد من الحتة دي، اياكم اثارة غضب أنثى برج الاسد. بتيجي معانا في المركز الثالث كلام الناس تحت المداس، عارفين المثل ده؟ دي فلسفة مقتنعة بيها أنثى برج الاسد الناضجة، أنثى برج الاسد الناري، ولا تهتم تماما بأي تعليقات أو أي انتقادات أو وجهات نظر، اشرب من البحر ولا يهمني كلامك، وتأثيره محدود جدا يكاد يكون معدوم. إذا كان ده حال الأنثى اللي في الثالث، ما بالكم باللي في الثاني، فما بالكم بمتصدرة الترتيب. حد توقع
في المركز الثاني عندنا أنثى برج الدلو الهوائي، الرايقة دي ملكة الروقان كله، دخل من هنا ونطلع من هنا، والحياة بيس يا مان، وعيش حياتك والدنيا مش مستاهلة ومش ناقصة عقد وكلاكيع وفيثاغورس ولوغاريتمات، عقد انت مهما تعقد مع نفسك وسيبني مع نفسي. تقريبا كلام الناس لا يذكر، تقريبا ملوش مجال في حياتها، ملوش مكان في حياتها، وممكن تتناقش معاك بس عشان تاخدك على قد عقلك، عشان تريحك مش اكتر من كده. بينما متصدرة الترتيب حد توقعها من البداية الشعنونة أنثى برج القوس الناري، حلوة الدنيا قوي، واللي مش عاجبه براحته ما يعجبكش، اشرب من البحر من المحيط، اجي اوصلك بس ما عنديش صبر. لا ما يعني ما تخنقنيش، ما تعصبنيش، ما تزهقنيش، انا ما بستحملش، وصبر قليل وخلق ضيق وبزهق بسرعة. سميرة السمير بزهق بسرعة، هي دي أنثى برج القوس النار اللي بتتصدر الترتيب في حلقة النهاردة، عشان تيجي أكتر أنثى في الإناث كلها اللي ولا يفرق معاها كلام الناس. تحية لأنثى برج القوس اللي تصدرت كل النساء في حلقة النهاردة، اكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي وأي حد تاني غير محمد أبو زيد نصاب، يعني لو بتشوفوا فيديوهات ليا على اي قناة وصفحة غير محمد ابو زيد ده شخص نصاب، الغوا الاشتراك عنده رجاء وساعدوني في محاربة ظاهرة النصب دي. الانستجرام الفيسبوك قنواتنا التانية اللي بننزل فيها باستمرار، ومش عارف انتوا ليه ما انضمتوش لسه ليها لحد دلوقتي، احنا بننزل حلقات، خش بص خد فكرة كده، لو ما عجبتكش ما تشتركش، او لو ما عجبتكش ما تشتركيش، بس خد فكرة كده، عشان انا بحب دايما عيلتي تكون معايا في كل مكان. عامة كل الرابط دي لو انت على اليوتيوب في وصف الفيديو، ولو انت على الفيسبوك انزل على التعليقات هتلاقيني برضو سايبها، واللي عايز يبعت لي، واللي بعت لي وانا لسه اتأخرت في الرد عليه بعتذر هرد.